لن يفرقون مهما حاولوا، يقول متظاهرو النجف في يوم من أيام انتفاضة تشرين التي لا يزال التاريخ يوثق ملاحم أبنائها في ساحات التظاهر. شوارع النجف تزينت بطلبة الجامعات الذين نظموا مسيرات حاشدة دعما لمتظاهري انتفاضة تشرين، والمطلب هو نفسه: إسقاط النظام برمته. منذ انطلاق الموجة الثانية من التظاهرات يوم 25 من الشهر الماضي، ومتظاهرو النجف لم يغادروا أماكنهم، وأكدوا أنهم مصرون على التغيير. خلال شهر واحد سقط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وهذا من العار على عادل عبد المهدي أن يبقى بالسلطة، والشعب يطالبه أن يستقيل إن كان له ذمة وضمير أن يقدم استقالته فوراً. الجميع هنا على قلب رجل واحد، والنساء والأطفال وكبار السن نزلوا أيضا إلى الساحات لاسترداد وطنهم الذي فقدوه منذ سنوات. أحد المتظاهرين عبر عن فخره بجيل العراق الجديد من الشباب المنتفضين بوجه الأحزاب الحاكمة وفسادها. شكينا بأن هذا الجيل الواعي اللي أثبت وعيه وثقافته، شكينا بيوم من الأيام أن العراق ضاع، انتهى، ما له مستقبل. لكن أنا واحد من الناس يعني أيقنت وآمنت بأن العراق حي وباقي ومستمر الاعتصام. من النجف، انتفاضة العراقيين السلمية مستمرة.